الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ايه ده؟ ده هشام اصله طب فجأة. يا سلام، ده اللي انت مش عايزاه يكلمك ولا انت عايزه تكلميه؟ ده انتوا عيلة كذابة كذب. انتوا ايه بيردعوكوا كذب وانتوا صغيرين؟ ياسر تربس الباب بسرعة. لا والله هتحبسني يعني وتتكلم معايا غصب عني؟ وحق البطحة اللي بطحتيها للحلوف ده تسمعيني بس. وحق بطحتك انت كمان. هما اللي بطحوك؟ الا ابني ياسر. ياسر لا ياسر خط احمر. لا بس يا منى، لا ده انت ما شفتوش رقية بقى ولا وشي التاني بتاعها. خلصي جودي، خش يلا عند طنط رقية جوه. لا انا عاوز اقعد معاك. بنت اسمعي الكلام، بقول لك انا وماما عايزين نتكلم مع بعض لوحدنا. يلا ممكن تقعدي. ده ايه ده بقى؟ دي التوك اللي تعرفنا بسببها ولا نسيتي؟ ايه كانت كذبه هي كمان؟ احلى كذبه كذبتها في حياتي. فاكره لما رحلتكوا خلصت ومشيتوا من الاوتيل؟ فضلت شهر عمال افكر هكلمك ازاي؟ اي التلكيكه يعني اللي هعملها علشان اكلمك في التليفون. لحد ما جت بقى فكره الهاوس كيبر اللي لقى التوكه دي في الاوضه بتاعتك بعد ما مشيتي واتقابلنا بسببها. وقلت لك انها مش توكتي. كنت عايزه تضحكي. وكنت مبسوطة من جواكي زي ما انت دلوقتي يا ولاء مبسوطة من جواكي. والله انت شايفني مبسوطة دلوقتي؟ ايوه مبسوطة، عشان عارفة ان انا بعمل المستحيل عشان اكلمك واعتذر لك. ولاء انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. انا طول الفترة اللي فاتت دي متضايق من نفسي جدا ان انا كذبت عليكي، وكل يوم اروح ابقى هموت علشان احكي لك كده يومي ماشي ازاي، احكي لك على الاشكال الغريبه اللي بشوفها ونقعد نضحك زي ما كنا بنعمل زمان. اما كنت اكلمك احكي لك على النزله الغريبه بتوع الاوتيل. فاكره بابا بص. ايه بس يا جودي في ايه؟ ربط الجزمه، انا ربطت النهارده لوحدي. ماشي يا جودي، ممكن تخش جوه زي ما اتفقنا. يلا زي ما اتفقنا. يلا فاكر الراجل الروسي اللي مراته قفشته مع الهاوس كيبر وخدت باسبوره وهدومه وفلوسه كلها ورجعت روسيا وطلع مظلوم اصلا، والهاوس كيبر كانت بتفك له الشد العضلي من رجلي ورجع لك القميص والبنطلون بتوعك اللي كان سالفهم منك. ده لو عرفت تمنهم والله ما كان تعب نفسه. بالظبط. ايه الريحه دي؟ ريحه الكذب اللي مكمكمه في البيت. كشري، دي ريحه كشري. عمتي يلا 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 حبيبي يلا تعالي روح يلا حبيبي يلا لا 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 ما تحطليش بالشكل يا حبيبي، ده مهمول بوصفة ابوك الله يرحمه كمان. لا انا هاتيه لامك جبنه من الثلاجه. لا احنا عايزين نشوف حل في موضوع الكشري ده، انا وجودي بنحبه قوي ومش عارفين نجيبه البيت. ماشي بقى هاتوه، انا مش موجود. طب انا مش هرجع البيت غير لما تاكل. الله، ولا هاكل غير لما انت تاكل. يلا جدع يا حبيبتي. يلا مين عايز صلصة؟ أنا. كلنا عايزين صلصة. مين يلا مش عايز صلصة؟ يلا يا روح، خدي كمان وحطي لهشام كمان. يلا كل. هاتي يلا يا روح قلب ماما. حبة والنبي هاتي الحمص يا روح. يلا حبيبي. مش بقى أنا مش هقوم. نهار اسود. الله الله الله، ايه الالوان دي كلها؟ كل ده عشان خلطه اخويا الله يرحمه اللي ما حدش يعرف يعمل زيها على فكره. ايه سر بقى الخلطه دي؟ هقول لك السر في الصلصه. ازاي تسوي التومه بالخل ويبقى ملهاش حل؟ يا سلام. وازاي بقى تقلي البصله من غير ما تحورقيها كده يعني؟ طلع تعالى بكشري معاك يا ابو هشام. وانا عايز طبق 21. عايز طبق 30. نبي عايز طبق 21. حبه بنص. زود لي 30 ابو هشام. قول لي عايز حاجه كده بالبصل. زود الطبق فوق. كده واحده. زود 3 تقليه معاك.
ده موز بلبن ابو هشام معاك، حسبنا كام يا ريس؟ ايه يا هشام انت رحت فين؟ تصدقي طعمه حلو فعلا؟ شفت بقى؟ يا خلاص كل حبيبي كل هشام بص انا بابا جه ولاء امين فرع علاء ونيلي سايب القرف ده ليه على الموبايل؟ على موبايل ايه؟ ده على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك دول عاملين لهم ولا 10 مليون مشاهده. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.